لكلامكم فعلا الموضوع هنا تحسي انك يعني اكننا في عيد. انت حاسه زي ما قلت يا مها من شويه انه مهرجان بجد. انت وقتك ما فيش حاجه، مش هتقعدي في يوم مثلا تقولي انا خلصت كل حاجه اعمل ايه النهارده. الحقيقه مش يعني اللي هيجي هنا مش هيوصل للشعور ده، لانه فعلا طول الوقت هتبقى عندك حاجه جديده بتعملها. هتروح حفلات، هتروح تتفرج حتى زي ما قلنا على شاشه العرض لاي حاجه ولادنا بيلعبوا فيها في الاولمبياد، حاجات كتيره جدا هتبقي شغاله فيها، غير الخروجات غير الفسح هنا، حاجات كتيره جدا لطيفه. الجميل انت حاسه انه في عيد، دي حقيقة، دي اجمل حاجة في الموضوع. طبعاً. انت في عيد، في كرنفال هنا انت طول الوقت بتتفرجي عليه، فخورة زي ما انت قلت يا مها بانه جداً. يعني انا الكلام ده بيحصل في بلدي. بس بالظبط يعني هنا دي نقطة مهمة جدا، انا مبسوطة جدا انك انتقلتي ليها. يا جماعة الناس هنا دايما بتبقى شايفة ان البلد، على فكرة البلد دايما دورها ان هي تعمل وتسوي، وانا معاكم دي حقيقة، البلد دورها فعلا ان هي تعمل لك. على فكرة انت كمان عليك دور، انت كمان عليك دور زي ما البلد تعملك، انت كمان عليك دور انك انت تسلط الضوء على ده، انك انت تثني على ده، انك انت تبقى شايف البلد بتتطور ازاي، شايف ان البلد احنا مش واقفين محلك سر، احنا دي كمان العالمين بقت سكند هوم يا مها. طبعا لا ده حجم يعني استثمار خلاص طبيعي. الناس ممكن لقوا على فكره، الناس دلوقتي تقدر او كنت لسه هقول لك مها هتبقى اول واحده يعني تعيش في العالمين، لان فعلا الحقيقه هي خلاص سكند هوم، يعني هي بقت بيت تاني اتعمل فيها كل حاجه. مها اللي يا نيره الناس كمان لازم يبقى عليها دور، فاهماني؟ ان زي ما انت مثلا تروح مثلا اي بلد بره تقعد تتصور وتقعد تعمل هاشتاج وانت سافرت ورحت، ده دورك كمان على فكره تجاه بلدك. انت كمان لازم تروج لبلدك، انت كمان لازم تقف جنب بلدك، لازم تساند جنب بلدك، لازم تبقى فخور باللي بلدك بتعمله. اصل لو مش انت اللي عملت ده مين اللي عمل ده؟ انت هتستنى حد تاني هو اللي يجي يعمل ده لبلدك؟ اكيد لا. يعني لا طبعا صح طبعا ده دورنا، ولازم احنا نبقى فخورين ببلدنا، فخورين بالاماكن الحلوه اللي بنشوفها سواء كانت العالمين او غيرها. ولكن بما اننا في العالمين وشفنا حجم التطور اللي حصل وشفنا المناظر الطبيعيه والتاريخ اللي في العالمين وشفنا الفعاليات المختلفه والمتنوعه والاعمار السنيه المختلفه اللي بتشتغل والقائمين على المهرجان وعلى مدينه العالمين، بما اننا شفنا كل ده فلازم طبعا كنا نطلع النهارده ونتكلم عن قد ايه لا المدينه دي يا جماعه هي هتبقى فعلا سكند هوم، بيت تاني تقدروا تيجوا تعيشوا هنا. في هيبقى في مدارس، هيبقى في جامعات، هيبقى في كل حاجه، لان هي ده كان البلان او كانت الخريطه او الخطه اللي كانوا ماشيين عليها وهم بيبنوا مدينه بالحجم ده.